ليش المخاطرة؟ وهل هي فعلياً تعتبر المنحدرات روتين عادي مانو خطر؟ السلام عليكم. المعز الجبلي، معز المارخور، معز الهيمالايا، الضبي الشمالي، معز الكابرا، والكثير من الأنواع الأخرى الجبلية. ليش اختارت الجبال؟ في عندها ميزتين تدفعها لهي الرحلة الخطيرة. الأولى أرجلها، أرجلها قوية بحوافر مشقوقة بإصبعين تتوسع بسلاسل تحسن التوازن، وبأسفل هاي الحوافر في بطانة خشنة تشبه المطاط، وظيفتها لتمنع الانزلاق والامتصاص الصدمات أثناء القفز بين الصخور، وكأنها حرفيا لابسة أحذية تسلق الجبال. والميزة الثانية هي العدوانية، هاي الحيوانات تعيش في مجتمع عدواني فيما بينهم. عملوا تجربة في جبال إيفنس بأمريكا، وزعوا مرايا على المناطق اللي يكثر فيها لعق الملح. المعز الجبل يحصل على الأملاح من خلال لعق الصخور الملحية، وراقب المعز هي تقترب من المرايا وبدأت تحاول تهدد وتنطح انعكاسها على المرايا. وجدوا أيضا أن المعز الجبل يشارك في 3-4 صراعات في الساعة الواحدة، وغالبا أكثر بالمقارنة مع الحيوانات الأخرى اللي تكون عادة صراع واحد أو أقل في الساعة. طبعا هي المواجهات هي عبارة عن خداع ومطاردات بين الصخور، تبتعد بغريزتها عن المواجهات الفعلية لأنه أي خطأ ممكن يسبب الموت. وهي العدوانية هي نتيجة سببين، الأول هو الغذاء. الغذاء على الجبال نعرف بيكون كميات قليلة، لذلك تتصارع فيما بينها. والسبب الثاني هو مبارزات الذكور في موسم التزاوج. الذكر المسيطر يحاول بشتى الوسائل يبعد المنافسين الآخرين، هون تتحول لمعارك دامية، نهايتها إما يتراجع أحد الذكرين أو معركة تنتهي بالسقوط من الانحدارات الشاهقة. نرجع للسؤال الأهم، لماذا تتسلق عاليا؟ في 3 أسباب، آخر سبب هو الأهم. أول سبب لتتمكن من العيش بعيدا عن الحيوانات المفترسة. مع ذلك في حيوانات مثل أسود الجبال والدببة وذئاب القيود طورت مهارات الصيد عندها على الجبال، لكن تبقى الجبال آمنة أكثر من المناطق المكشوفة. والسبب الثاني هو الغذاء، غذائها المفضل هو الأعشاب والنباتات الجبلية. والسبب الأخير والأهم هو الغريزة. بعد 5-6 شهور من الحمل تضع الأنثى صغير واحد أو توأم في جرف واسع وآمن. من الساعات الأولى بعد الولادة تبدأ الصغار رحلة المغامرة الأخطر، وهي مصممة تتسلق أي شيء يمكن الوصول إليه. أقدامهم المشقوقة وسلوكهم العدواني والأهم غريزتهم هي اللي تخليهم يسلكوا هذا الطريق الخطر باتجاه الرحلة المجنونة.